المدينة العالمية بدبي تشتهر بأحيائها العالمية السكنية والتجارية، ويقيمون فيها مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة يعيشون بها برخاء وأمان. هذا وبتاريخ 12 من يوليو لعام 2017 وفي حوالي الساعة 9:50 صباحا، ورد بلاغ من العمليات عن سرقة مجوهرات بقيمة 3 ملايين درهم في أحد محلات المجوهرات بالحي اليوناني في المدينة العالمية من قبل 4 أشخاص مجهولي الهوية. وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة دبي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعليه تم تشكيل فريق عمل من المختصين للكشف عن هوية المتهمين قبل مغادرتهم الدولة وملاحقتهم والقبض عليهم واسترجاع جميع المسروقات قبل التصرف بها. رغم غموض القضية، تمكن فريق العمل من تحديد أماكن المتهمين والقبض عليهم واسترجاع المسروقات في خلال 48 ساعة.